أخطأ من قال إنه أي شيء في أمريكا غير مسيس، لأنه الصواب إنه كل شيء في أمريكا مسيس جدا. يعني محكمة كولورادو اللي قضت الأسبوع اللي فات بأنه دونالد ترامب ما يدخلش الانتخابات الرئاسية القادمة، هي كانت محكمة الحقيقة مسيسة، وقرارها كان بالغ التسييس لدرجة أنه كان صارخ التسييس. يجي بعد كده دونالد ترامب يلجأ للمحكمة العليا في ميتشيغان، فاللي تقول لا، له كل الحق في أن يستمر وأن يترشح إن أراد وما إلى ذلك. السؤال، هل ده برضو قرار مسيس؟ ما هو ده برضو هنا سؤال. طيب الحاجة الثالثة، لما بنيجي نرجع بقى هنا للقضاء الفيدرالي الأمريكي، القضاء الفيدرالي الأمريكي قد يكون الأقل تسييسا، يعني مش للدرجة الصفرية بس هو الأقل تسييسا. هل الوضع القانوني بتاع ترامب يسمح بترشحه؟ لو جيت سألت، وده اللي احنا التمرين اللي عملناه، الاكسرسايز اللي عملناه، لو جيت سألت أي حد مطلع على هذا الشأن الأمريكي قانونيا ودستوريا، يقول لك ترامب من حقه كل الحق أن يترشح للانتخابات وأنه يدخل السباق الرئاسي القادم في 2024. معانا على التليفون دكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ماري ولاية كنتاكي الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بك دكتور إحسان. تحياتي. تحياتنا ليك دكتور إحسان. نتحدث عن تسييس القضاء الأمريكي، فما بين حكم كولورادو الأسبوع اللي فات بعدم جواز ترشح ترامب للانتخابات، تأتي محكمة ميتشيغان لتسمح له بالترشح، هل هذا أيضا قرارا مسيسا لصالح ترامب بعكس القرار المسيس السابق ضد ترامب؟ يعني المشكلة أن هذه الظاهرة الترامبية، ظاهرة دونالد ترامب، هي أزمة شخص، ولكن التعاطي الخاطئ من قبل الحزب الديمقراطي مع هذه الظاهرة جعلها أزمة نظام في هذا البلد. يعني هناك انطباع، كما تفضلت، هناك انطباع أن القانون يستخدم بالسياسة، تسييس القانون، استخدامه كسلاح. المبدأ العام هو ابتعاد القضاء عن المواضيع السياسية بأكثر، يعني بمحاولة بكل الطرق ابتعاد عن كل موضوع سياسي كي لا يسبق القضاء بصبغة السياسة. ولكن للأسف في مواجهة هذه الظاهرة، وهو مرشح قوي جدا، يعني بايدن ضعيف، فبدل من الديمقراطيين يجدوا شخص آخر يكون مرشح قوي، يحاولون إقصاء المرشح الأبرز الجمهوري وهو دونالد ترامب اليوم. طيب هنا هل توقعاتكم يا دكتور إحسان للسباق الرئاسي القادم؟ نعلم جيدا أنه جو بايدن في أضعف حالاته سياسيا، لكن هل من الممكن أن يفعل الحزب الديمقراطي شيء ما، وأن يتخذ جو بايدن قرارات ما تحاول أن ترفع من أسهمه للمنافسة في هذه الانتخابات، لمنافسة حقيقية لو صح التعبير؟ شوف، بالنسبة يعني أنا لو أكمل الجواب عن السؤال الأول، الحقيقة يعني المحكمة العليا ستنظر في موضوع هذه القضايا إقصاء ترامب، والأرجح أن لا تسمح له. يعني أنا أصعق إذا قالت أنه يلحق للولاية سحب اسم ترامب من لائحة المرشحين، فالأرجح هذا موضوع يعني محسوم، سيكون ترامب هو على لائحة الترشيح في كل الولايات. ولكن بالنسبة لبايدن، مشكلة بايدن أن هذا الرجل يعني عنده ضعف ذهني وضعف جسدي، وهناك مشكلة في إدائه كرئيس. يعني هو تنظر مثلا الفائدة، التضخم، ما يحصل في غزة، ما يحصل في أوكرانيا، مشكلة الحدود في أمريكا. يعني هناك عدم رضا عن هذا الرجل، يعني 30% فقط من الشعب الأمريكي راضي عن أداء هذا الرجل، وهذا يعني رقم قياسي في عدم الرضا عن الرئيس الأمريكي. وإضافة إلى ذلك يفضلون ترامب عليه، لأنه يعرفون سنوات ترامب كانت أفضل. إضافة إلى ذلك يعني هناك تقييم سيء للاقتصاد، فهذه كلها مؤشرات تقييم سيء. لا أعتقد هناك أي شيء يمكن أن يفعله بايدن، لذلك ما يفعله هو يحاول المرشح القوي الذي هو ترامب، الذي المنافس، يعني يريد إزالة خصمه من الطريق، هذه الطريقة التي يتعامل فيها مع الانتخابات. طب ايه اللي ممكن جو بايدن يعمله، او ايه اللي ممكن يقوم بيه الديمقراطي؟
هم افضلهم يجلسوا في شخص اخر، لانه هذا مرشح ضعيف، يعني الكل يعرف عنده ضعف جسدي، عنده ضعف ذهني، يتخيل امور. تصور يعني انا كمحامي لو عندي شخص مثلا يحاول كتابه وصيه مثلا وعنده هذا الوضع الذهني، اطلب ان يكون عنده فحص طبي. هذا الرجل عنده مشكله ذهنيه، عندما يقول شاهدت صور اطفال مقطع رؤوسهم من قبل حماس، ويتخيل امور غير موجوده ويتكلم. يعني هل انت عندك مال تريد استثماره في شركه مثلا، هل تضع هذا المال في شركه؟ استحاله في شركه يديرها بايدن، استحاله. لكن عندهم مشكله. من كبيره من هذا الرجل. من يدير البيت الابيض ان لم يكن بايدن؟ نعم. هو الذي يديره. من يدير البيت الابيض؟ الا هي كاميلا هاريس من تدير البيت الابيض، ام ان هناك مجموعه اخرى؟ هناك مجموعه كبيره من المستشارين، يعني تشيف ستاف، يعني هناك نظام كبير، وهناك عدد كبير هائل من الموظفين. يعني هذا النظام، هذا البلد مكنه كبيره تدير نفسها. فحتى لو كان بايدن عنده هذه المشاكل، هناك نظام كبير، عدد هائل من الموظفين، عدد كبير من ولكنه هو يبقى هو رمزيته، هو ما يقوله، هو هذا الرجل، هو رأس الهرم، هو يعطي الثقة. يعني عندك مثلا السي اي او، رئيس الشركة مثلا، هذا وجه الشركة، هذا كلامه، يعني هو يعطي الانطباع العام. ولكن العمل، المحاسب، كل الموظفين العاديين هم يقومون بالعمل يوميا. المشكلة أن هذا الرجل يعني لا يعطي ثقة في البلد، يعني يتكلم كلام يهز ثقة العامة في الولايات المتحدة. صحيح. أنا بشكرك جدا دكتور إحسان القطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري، ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية.